بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في درس اليوم سنتعلم كيف تحميل خطوط جديدة، فراش جديدة، وبلتس جديد إلى بوكيت. الكثير من المتابعين يسألوني عن هذا الأمر على الانستغرام، لذلك وددت أن أعمل درس عن هذا الموضوع لكي يعني يكون سهل على المتابعين. في الحقيقة الثلاث أنواع وهي البلتس والفراشي والخطوط يتم تحميلها بطريقة واحدة، ولكن سأكررها المكونات الثلاث. دعونا نبدأ بهذا الدرس. أولا يجب أن تحصل على رابط لهذه المكونات على الإنترنت بشكل عام، على الدروب بوكس أو جوجل درايف أو أي وسيلة تخزين سحابية أخرى. بالنسبة لي أنا موجودة جميعها على دروب بوكس، لذلك سأستعمل الأشياء التي أنا أقوم برفعها. نسحب من تحت من أسفل الشاشة بهذه الطريقة حتى نحصل على شريط المهام الذي في الأسفل. نقوم بفتح الرابط أو نقوم بفتح المكان الذي تواجد فيه. بالنسبة لي دروب بوكس هو المكان الذي تواجد فيه هذه المكونات. نبدأ أولا بالفراشي. عندي هذا المجلد براشز، عند فتحه سأجد هذه الفرشاة. سيعطيني رسالة لا يمكن أو no preview available، لذلك في هذه الحالة سأقوم بالضغط على الثلاث نقاط من الأعلى يمين، ثم أضغط إلى export، أضغط على export، ثم أختار copy to procreate. بهذه الطريقة انتقل التطبيق إلى procreate، لكن لم ألاحظ أن شيئا حصل أو أي رسالة ظهرت، فقط تم دمج الفراشي. لذلك أقوم بفتح الفراشي وأذهب إلى قائمة imported، سأجدها في الأسفل غالبا، وأقوم باختيار الفرشاة التي عملت لها استيراد، ثم أستعملها بكل أريحية. كما تلاحظون، إذن الطريقة الأولى لاستخدام الفراشة أو لاستيراد الفراشة. طيب سنقوم باستيراد الفرشاة الثانية الموجودة أيضا في دروب بوكس، هذه الفرشاة سكال، أيضا سيعطيني نفس الرسالة في الوسط no preview available. سأقوم بالضغط على الثلاث نقاط، ثم export، ثم copy to procreate. سنجدها فورا مع قائمة imported أيضا، وقد حلت في يعني بالترتيب أولا لأنها أتت بعد الفرشاة السابقة. بعد الحصول على الفرشاة يمكننا تعديلها بكل سهولة بحيث تكون مناسبة لاستخداماتي تماما. يعني مثلا لو حبيت مثلا أنه لا يوجد أي ضغط أو تكبير أو تصغير، لو حبيت مثلا أن تكون مثلا خلينا نقول سكاتر أو سايز ليميت، مثلا دعنا نبحث عن سكاتر مثلا، إذن كما تلاحظون يمكنني تعديل كافة الإعدادات الخاصة بهذه الفرشاة. إذن هذه هي طريقة استيراد الفرشاة إلى داخل بروكريت. لوضع الفرشاة في مجموعة جديدة فقط يكفي أن أقوم بسحبها ثم أنقلها إلى المجموعة التي أريد أن أضعها فيها بهذا الشكل. الآن نلاحظ أنها اختفت من هذه القائمة وأتت في قائمة الجايدز التي قمت بصنعها مسبقا. لحذف الفرشاة نضغط إلى اليسار، نسحب اليسار ثم نضغط ديليت لنقوم بحذفها.
إذن هذه هي طريقة استيراد الفرشاة. الآن سنحاول استيراد باليتس أو ألوان. إذا لاستيراد الألوان أيضا يجب أن أحصل على الرابط الذي يحتوي على هذه الألوان. سأقوم بالذهاب إلى هذا الرابط Color Palettes، وعندي هذه الباليت بلو أيضا أنا موجودة على دروب بوكس. لمن يريد هذه الباليتس راسلني على الانستغرام وإن شاء الله ستحصل عليها. هناك باليتس للون الأزرق والأخضر والأحمر الألوان الأساسية. أضغط بنفس الطريقة على الثلاث نقاط هنا على اليمين، ثم إكسبورت، ثم أذهب إلى بروكرييت، كوبي تو بروكرييت، ليفتح البروكرييت. وكالعادة لا أجد أي تغييرات أو رسائل، إنما أجد أن الباليتس أضيفت في مكانها الصحيح أو في آخر القائمة. للذهاب إلى الباليتس أضغط على الألوان، ثم أختار القسم الأخير من القائمة وهو الباليتس. نلاحظ أن القائمة أو أن الباليت الجديدة أصبحت موجودة وهي لون الأخضر. الآن سأحاول بنفس الطريقة استيراد باليتس اللون الأحمر مثلا، هذا الأحمر، من ثلاث نقاط، إكسبورت، ثم كوبي تو بروكرييت. نذهب إلى الباليتس مرة أخرى، سنجدها في الأسفل، في أسفل القائمة. إذن هذه هي طريقة استيراد الباليتس. لحذف باليتس نضغط اسحب إلى اليسار ثم ديليت أو شير لمشاركتها كما فعلت أنا على دروب بوكس. طبعا في المستقبل إن شاء الله سأقوم بطرح الباليتس التي أملكها والتي صنعتها، وهي الألوان روز بينك ثم بينك دارك أو بيربل ثم دارك بلو ثم بلو سيان جرين يلو وأورانج ورد. سأحاول إن شاء الله أن أضع هذه الباليتس في مجموعة واحدة وسأعرضها للبيع قريبا إن شاء الله. بالنسبة للفونتات أيضا أذهب إلى الرابط الذي يحتوي على الفونتات، وهنا أنا يعني عندي فقط قمت بجلب خط أنا أستخدمه كثيرا، كان سكريبت برو وهو معروض للشراء، ليس لحسابي لكن لحساب أحد المصممين من شرق آسيا. هو مصمم هذا الحرف، هذه الحروف. أضغط على إكسبورت ثم كوبي تو بروكرييت. أيضا لا رسائل، لكن عند الكتابة، عند البدء بالكتابة من على options ثم add text، سأقوم بكتابة اسمي edit style، ثم أبحث عن candle سأجده ضمن القائمة قد أضيف. كما تلاحظون أضفت هذا الخط وأصبح متوفرا لدي في بروكرييت. الآن يعني من السهولة جدا أن أقوم بإضافة بعض الإضافات. مثلا أنا عندي فرشاة الخط الإنجليزي قمت بصنعها، سفقط أحاول أن أرى الدقة. يجب طبعا أن أضيف طبقة جديدة قبل العمل لأنه لا يمكن الكتابة على النص إلا بكسره، وبالتالي لا يمكن تعديله بعد ذلك. إذا الآن يمكنني بسهولة أن أقوم ببعض الإضافات على الكتابة الموجودة. كما تلاحظون هذا بشكل سريع، طبعا هي تحتاج إلى بعض التعديل
الحصول على نتيجة جميلة. هذا أحد الخطط، يعني أنا ضربته كمثال. الآن أصبح لدي يعني مزيج بين الخط وخط اليد. إذن هذه هي طريقة إضافة الثلاث مكونات الرئيسية، الباليتس والفونتس والفراشي إلى بروكرييت. سألني أحد الأخوة قبل فترة عن طريقة تصدير صورة لتكون بدقة عالية. ببساطة يمكن الذهاب إلى قائمة Options من الأعلى، ثم الضغط على Share، وهنا يوجد يعني المكونات الرئيسية لعمليات التصدير، وأنا قمت بشرحها سابقا. لكن بشكل سريع، لتصدير صورة بدقة عالية يكفي أن نضغط على JPG أو PNG، هذول الاثنين، يعني كونها أكثر الاكستنشنز أو الملحقات المستعملة. الجي بي جي ستكون لها خلفية، البي ان جي ستكون شفافة، لكن هناك بعض التعديلات عليها يجب أن تفعل، أن تعمل قبل تصديرها. لذلك جي بي جي هو الأفضل حاليا. أقوم بسيف فايل، وسيقوم بتخزين حسب الدقة التي عملت بها العمل من البداية. هناك أيضا ممكن أن أصدرها كبي دي اف وأختار الدقة، فإذا اخترت بيست سيعطيني أفضل دقة ممكنة، وأقوم بتخزينها إلى مكان تخزين سحابي مثل دروب بوكس أو آي كلاود. إذن هذا هو الدرس اليوم. أرجو أن أكون وفقت في شرحه، وأرجو أن يكون قد تعلمتم الإجابة أو الجواب على هذا السؤال المتكرر كثيرا، كيف نقوم بنسخ هذه المكونات إلى بروكرييت. ولمن يريد فقط الباليتس التي رأيتموها قبل قليل، الأزرق والأخضر والأحمر، فليراسلني على الإنستغرام ليقوم بتسويده بالرابط. وإن شاء الله في الدروس القادمة سأقوم بشرح المزيد عن يعني خصائص بروكرييت الجديدة، إن كان قد تم طرحه مثل الأنيميشن. أنا مثلكم بالانتظار، لأن هناك تحديث كبير قادم، وبصراحة لا أعلم متى، لكن إن كان في هذا الأسبوع سأقوم بشرحه فورا إن شاء الله، وإن كان فيما بعد سنعود إلى ربما الزخرفة أو شيء آخر قد يفيدكم. إذن حتى الدرس القادم إن شاء الله ألقاكم، وأتمنى منكم أن يعني تتفاعلوا مع هذا الدرس، نشره وتعليق عليه. السؤالي أنا لا أمانع أبدا أن تقوم بسؤالي عن أي شيء داخل بروكرييت، أنا أقوم بالإجابة دائما إن شاء الله بحسب ما أعلم. إذن هذا كل شيء لدرس اليوم، أتمنى أن يكون قد استفدتم منه، وألقاكم في الدرس القادم إن شاء الله، وإلى اللقاء.